الرحمن الرحيم. أنا أول مرة يعني لقيت الإعلان في الإنترنت في الفيسبوك استيفنس، يعني كتبت الاستيفنس. أنا كنت عاوز يعني أعمل شعر لأنه شعري كان يعني نازل طايح، وبعدين تواصلت مع الأستاذ يعني في الاستيفنس المستشار، كان إنسان يعني هيك استشارني. أنا كنت خايف من الأول، يعني كنت مش عاوز، يعني كنت خايف يعني شعر يعني حاجة يعني صحيح. والله العظيم، والله الله يرحم والديه، يعني طمني وقال لي لا ما في مشكل يعني، وكله حيكون تمام. وبعت له يعني شو اسمه التذكرة بتاعت الطيارة، أخذ لي موعد، كله تمام. وصلت للمطار، لقيت واحد يستنى فيها، أخذني بالسيارة، وصلني للفندق، فندق رائع جدا. أخذت بعدين يعني عملت الصبح، من بكرة الصبح يعني عملت الكنترول. الأستاذ اللي يتكلم عربي يعني إنسان هيك، يعني مش هقول أحسن من التاني هم زي بعض يعني، الحمد لله. والحمد لله يعني شفتني الدكتورة، كانت كويسة يعني، تعرف في ميدانها كويس جدا، يعني عارفة بتقول ايش بتعمل ايش. واخذوا لي 4200 بوصايلة علشان انا عندي شعر كتير طايح وبس يعني. وبعد عملوا تحاليل كويسين الحمد لله. انا بدخن، ما بحب اللي يدخن لانه يعني التدخين مضر بالشعر. وبعدين عملنا العملية، يعني كانت طويلة شوية الحمد لله. البرسونال يعني الجماعة يعني كلهم في عالية من الجودة، عالية من الأخلاق الحمد لله. بس يعني كملنا العملية، رحت الفندق ارتحت، من بكرة يعني عملت شوكينج، وجيت اليوم علشان أعمل كنترول وأغسل الشعر زي ما تشوفوا يعني صح سليم الحمد لله، ونستنى الشعر وشكرا